هاي، كيف كنت؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جاي بقراءة شهرية لبرج العذراء، رح أحاول أحكي فيها عن الأحوال العاطفية لإلك كل شريك، ورح أتحدث كذلك عن الوضع العام، أوكي؟ بس رح أركز أكثر على الوضع العاطفي، رح أتحدث كذلك حتى عن العزاب، رح نشوف شو بيخبر لون شهر جون. هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي القمري الطالع، وفي إمكانية تكون القراءة عكسية وخاصة في الوضع العاطفي، أوكي؟ بداية يا برج العذراء، عم شوفك كأنه أنت عم شوفك كأنه عم تراقب شخص، أوكي؟ عم تراقب شخص أو معجب بشخص. هذا الإنسان ممكن يكون عنده أطفال، ممكن ما يكون، بس يعني روحه طفولية أكثر، وشخصية متوازنة، شخصية ناجحة جدا. ممكن إذا ممكن تكون بعلاقة معه، ممكن ما تكون بعلاقة وعم تراقبه لهذا الشريك، أوكي؟ عم شوف في رغبة إنه تكون متزوج معه أو تكون بعلاقة، أوكي؟ بالنسبة له هو، فعم شوفه شخصية ممكن يكون برج الردي، ممكن كذلك حتى يعني عم يطلع لي برج ترابي أكتر، بس ممكن يكون شخصية محبة للجنس، إنسان بحب إنه يكون بعلاقة جسدية أكثر. وعم شوفه ممكن إنسان يعني هو مادي جدا، اوكي، يؤمن بالاشياء الماديه الارضيه، انسان ارضي، يعني انسان ما بيؤمن بالعلاقات الحب والجمال وكذا، انسان لا، اوكي، انسان واقعي، بيؤمن بالنجاح المادي، الفلوس، الحياه، يعني اي شيء يمسك باليد فهو يؤمن به، حتى يعني العلاقات الجسديه بالنسبه له كل شيء، اوكي. ممكن عم شوفه كذلك شخصية متملكة، شخصية بتحب كل شيء يكون لها، ما بتحب انه تعطي اكثر، هي بتاخذ اكثر ما بتعطي. عم شوفه كذلك يعني هذا الانسان ممكن انتوا كنتوا على علاقة من الماضي، اوكي، بس خسرتوا بعض، ما عم تحكوا مع بعض، اوكي. عم شوفه لسه بيحمل مشاعر تجاهك، لسه عم يتذكر الماضي، لسه عم يتذكر الاشياء التي حصلت بالماضي، لسه شاي يعني، لسه يعني قلبه حي تجاهك. اما انت ممكن عم شوفك بدك انه ترجع، ممكن كنتوا متزوجين، يعني مبين منه هذه القراءة كنتوا متزوجين وبدك انه ترجعوا الامور، بس لسه قلبك مخدوش من جوا، اوكي، لساتك موجوع من الماضي ومن جروح الماضي، ما عم تقدر انه تطلع للاشياء المستقبلية دائما. ايه اوكي، بدك انه ترجعوا لبعض، بس ممكن اوقات عم تتذكر شيء من الماضي وعم يجرحك بقلبك، اوكي. ممكن هذا الانسان، ممكن هذا الانسان يسعى الى صلحه، او يسعى الى تجديد امور كانت يعني كانه كانت بالماضي ويريد اعادتها. وارد جدا انه كنتم متزوجين ويريد ارجاع هذه العلاقة، الزواج من جديد، بس يريد ارجاعها بصيغة جديدة بشكل اخر، بانه تكون صلحي جيد، فيها تفاهم، فيها كتير اشياء جيدة، اوكي. بالنسبة لك، انا عم شوفك حياتك من دون هذا الانسان كان فيها تعب كتير، كأنه انت تعبت كتير لما ابتعد عنك، ممكن كان عم يشيل، يعني اذا كنتم متزوجين فهو كان بيعمل أشياء كتيرة، لما راح من حياتك تعبت كتير. عم شوفك في مشقة، كأنه أنت عم تعاني جدا من ابتعاد هذا الإنسان، وكذلك عم شوفك كل يوم عم تنتظره، دائما بتشوف إذا هو بفكر فيك أو لا، بس عم شوفه أنه بفكر فيك، لسه بقلبه مشاعر تجاهك. عم شوف كذلك على أنه هذا الإنسان تغير، تغير كليا، ويريد تغيير هذه العلاقة بشكل آخر، أوكي. كأنه عم شوفه يريد إحياء هذه العلاقة لتصبح علاقة منتجة أكثر.
عم شوفه بالوقت الحالي ياخذ خطوات لورا او يعني كأنه عم يمحص قراراته اكثر او يتمهل بقراراته عشان ما يكون في خساري. عم شوف كذلك انت، عم شوفك تعبان تعبان يا برج العذراء من دون هذا الانسان، كأنه كان عم يمثل لك كل شيء. انت عم تشوفه شيء ايجابي او نقطة جميلة جدا بحياتك، عم تضيء حياتك، اوكي؟ كأنه إذا حكيت معه أو إذا كان معك بتحس بسعادة عارمة، بس لما بيبتعد عنك بتحس أنت بضيق بقلبك. عم شوف كذلك حتى على أنه خطوته القادمة في خطوة بشهر جون، وارد جدا أنه تكون في خطوة، بس هذه الخطوة ما راح تكون بالشكل الذي أنت تتوقعه يا برج العذراء، اوكي؟ ما تتوقع انه هذا الانسان ممكن يصالحك بشكل من الرومانسية او يتقدم بشكل من الرومانسية، يحكي لك الاشياء التي كان عم يشعر فيها، ممكن يجيك بشكل من العصبية تكون في شجارات وفي مشاكل لان يصلح الامر بينكم. كذلك عم شوف على انه مستقبل العلاقة لازم تكون علاقة قوية جدا، لازم يعني تستفيد من كل هذا الشيء الذي مضى، من مشاكلكم الماضية لتصلحوا هذه العلاقة، لأنه عم شوف العلاقة مستقبلها جيد وهي جيدة، وهذا الإنسان يحمل مشاعر تجاهك، بحبك، هذا الإنسان ما بحياته ما نساك، يريد عودة هذه العلاقة وإرجاع، ممكن تكون متزوجين ويريد إرجاعك لحياته. هذا كل شيء صراحة، بس حاولوا انه تصلحوا اموركم. عم شوف في غموض كذلك يظهر بالعلاقة، في هذا الانسان غامض جدا، ما عم يبدي ولا شراري على انه يعني ممكن يريدك، بس هو من جوا يريدك، وعم شوف في يعني خطوة الى الامام بالمستقبل من جون للأشهر القادمة، عم نشوف في أشياء رح تحدث بحياتك. كمان عم نشوف أنه هذا الوقت للاستشفاء، والحياة رح تشفيك من الجروح التي كانت بالماضي. عم نشوف في شيء سيحصل بحياتك يا برج العذراء سيصلح الأمور. عم نشوف في أصدقاء ممكن سيكونوا صلة وصل بينك وبين هذا الإنسان لإصلاح الأمور بينكم. عم شوف كذلك على انه في امور رح تتصلح، يعني كانه في كذا ورقه عم تحكي عن الشفاء والاستشفاء والصلح وعلاج الامر، اوكي؟ عم شوف كذلك يا برج الجدي، يا برج العذراء، ام سوري، على انه انت عم تتعامل ممكن مع برج الجدي، ممكن تتعامل كذلك مع برج التالو. عم شوف العقرب، العذراء، الاسد. عم شوف كذلك حتى عم شوف يعني أبراج مائية، عم شوف كذلك أبراج ترابية هوائية، النار يعني حتى نارية، بس يعني يغلب على هذه القراءة الأبراج المائية والترابية والهوائية، بس في الماء، في النار، بس هذا اللي عم يغلب بهذه القراءة. بالنسبة للعزيب، عم شوف على انه كأنه انتهيتوا من علاقة، اوكي؟ انتهيتوا من علاقة، وهذه العلاقة سببت لكم ألم، سببت لكم جرح، وعطتكم طاقة سلبية، اوكي؟ كأنه صرت عم تفكر بشكل من السلبية، وصرت شخص تحس حالك عصبي جدا وسام جدا، اوكي؟ كل ما يتحدث معك انسان تلاقي حالك معصب. ليش بقى؟ عشان انه العلاقة التي كنت فيها بالماضي يعني سببت لك ألم، اوكي؟ عم شوفك بالوقت الحالي ما في علاقة وما في شيء جديد، ولا في انسان عم يتقدم ولا بيحكي معك. عم شوف انه انت لساتك عم تخوض الاستشفاء الذاتي، كأنه عم تشافي حالك من جروح الماضي، لساتك عم تشافي حالك. ما عم شوف صراحة أشياء جديدة ولا علاقات جديدة ولا شخص من الماضي رح يعود ولا شيء. عم شوف في الوضع العاطفي هيك راكز. رح نطلع هلا بالأوضاع العامة، أوكي؟ ممكن في دعاء كنت عم تدعيه يوميا عم شوفه يتحقق، عم شوف في شيء
كأنه أنت كنت دائما أوكي في شيء كنت عم تنتظره يا برج العذراء سيتحقق وسيحصل، سواء كان علاقة عاطفية، سواء كان شراكة عمل، سواء كان شيء يتعلق بمشكلة مع شخص آخر. إذا إنسان ظلمك أو عملك شيء بحياتك، ممكن عم شوف إنه العدالة الربانية تأخذ حقه. عم شوف في أوضاع جيدة بالعائلة، عم شوفك سعيد مرح، عم شوف إنه أنت متشبت أكثر بالعلاقة العاطفية والمراقبة وكذا، أوكي؟ عم شوفك إنه أنت شاغل بالك بهذا الشهر العلاقة العاطفية. عم شوف كذلك حتى إنه في 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 لمة بالبعيد، أوكي؟ عم نشوف حتى انه الاوضاع المالية ما راح تكون جيدة. انتبه من الخسارة المادية، ممكن تكون عم شوفك بهالشهر عم تصرف مال اكثر. عم شوف كذلك حتى انه انت انتبه من كلامك يا برج العذراء عشان ما يجلب لك مشاكل، اوكي؟ اذا انت مثلا اذا كنت حتى معصب ما تحاول تحكي، لانه ممكن الكلام رح يجلب لك مشاكل اكبر. حاول اكثر تنتبه على العينين، تنتبه كذلك على عم يظهر لطاقة الاعين، يعني كأنه عيونك عم ترهقها بالبكاء، كذلك عم ترهق عيونك بكثرة المشاهدة التلفزيون وكمان الموبايل، اوكي؟ حاول انه ترحم عيونك اكثر. بس عامة عم شوفك تتوجه حتى بالعلاقات او بالطاقة العامة، عم شوفك مركز اكثر بالعلاقة العاطفية، تركيزك كليا بالعلاقة العاطفية، وفي شخص يتدخل بحياتك عم يجلب لك مشاكل. عم شوف في خضات بالعمل، ما عم شوف الاوضاع العملية راكزة جدا معك. عم شوف في ممكن لبرج العذراء يكون في فرصة عمل، عمل جديدة. هل فرصة العمل انتظرها من مدة طويلة؟ عم شوف في شخص يتدخل بحياة برج العذراء ليعكر صفو ذهنه وحياته الطبيعية. عم شوف كأنه هذا الإنسان دائما عم يجلب له مشاكل وصراعات، أوكي؟ دائما يبحث عن مشاكل معه. ممكن حتى يكون شخص ما منه عدو، يعني بتعرفوا هذا الإنسان، ممكن يكون حدا خفي دائما عم يمكر لإلك، أوكي؟ انتبه من هيك أشخاص بحياتك يا برج العذراء. ممكن حدا يكون من العائلة أو يسكن معك بالبيت. عم شوف كذلك حتى ممكن يكون في سفرة، عم تتلقى رسائل تخص العمل، رسائل تخص أصدقاء. عم شوفك عم تتراسل، عم شوف في عندك مصاريف جدا، عندك مصاريف تتعلق بالفواتير وكل هذه الأمور، أوكي؟ شهر تقريبا في نوع من الجديد للطاقة، صلاح الأمور العالقة بالماضي. عم شوف حتى في سفر لأصحاب العذراء، يمكن هذا السفر يجي